بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. سيدة ولا لوقون دايين درس كان يوحو كساب سنان دونا العبودية أما الدون سيغ إلهي سبحانه وتعالى بن آدم كوا الدون النغضة. العبودية أريق من العبد أو العبادة، أصل كمعنه سوى حوينا ذل. أصل كأريق معنه سوى أصل العبادة أما كلمة في اللغة وذل أما خضوع أما يسلولدك أما هقانسي وكوهذا طريق معبد، يعني جد رب الله قرده أما التوبية الله قرده وضل مرة وأدنك توبية قرده. معنى هل كان لوغة جيدانا عموما وحين أوران كرنا وإري كوب صدا وحالا لي وحيا اللي جعلي سبحانه وتعالى ورالك إيهي هداي هذا التهي هداي عملتي هداي وح قلبي قد دقت هاي لما أنت ود عبادة يكوب صدا. مسألة تاني ومسألة رنتي قفك مسلم كينو صفي عن فهمه وباهن ويا علماء وحكوت المامان والعلة الغائية بين هذا أما إلهي سبحانه وتعالى عدك استاء صنع سميسة إذا تقعنا حكمة صنع هذا وسميه كدم بيسا حلو سميه قاعدين نك أبورة أما كمرضان هرت يتعلق نك سميعي إسقى قرن أي حكمة دي وقدر لها كمرضة إن وحلوك صورته إن وحلوك دوبا إنسان لوك شقى إسقى لها صانع كستمر كإسقى اللي ويدي صنع دي سحكمة دي وقد لي محيتي بن آدم كنا وحنا نقالنا ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إلهي بأبورة سبحانه وتعالى ما دام والله أبورة إلهي من ويديننا سبحانه وتعالى إنسان كحكمة الله أبو ريبا وحيتي ربنا قرآن كوحكو ليه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أمان أومن أما أما أمامدين أما أنكن أما أبو ريم بن آدم ك جن إيا إنسي مدنا بأمان أبو ريم بإله إلهي سبحانه وتعالى إلا ليعبدون إن يعبدان موياني. إذن خلق أما إنسان كوحي الله أبو ري العلة الغائية أها وعبادة إنه إلهي سبحانه وتعالى عابده وأنا وحى الله صادري رسوشة ووحي الرسول الله صادر ردم وحي لها ينسد القرآن كنت المام أيه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره اعبدوا الله نبي نوح باله نبي هود باله نبي صالح باله نبي شعيب باله نبي موسى قرآن كان بيده وقال لك قول رمي سبحانه وتعالى وحيلي نعبد الله ما لكم من إله غيره وارددوا ألا عابد سبحانه وتعالى مله دين كل عابد أو إله غير كيه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إليه سبحانه وتعالى وحلي أمت كاستوحى نصدرنا الرسول رسول كاسر وحدتك ويري أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت أما الرسول بوحى نوسى وحي النبي قال لي سبحانه وتعالى أنه لا إله إلا أنا فاعبدون إلى حق لغو عبدين نتشرين الله وين واحد كامو يعني سبحانه وتعالى كالقين لعابده وحل أن مركع عبادته بكل أنواعها نولش قبي قيد عبادة الله تعالى قال وإله سبحانه وتعالى وحلي النبي محمد بوحى لغولي وحتى أقول إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين
إلهي وحلهي سبحانه وتعالى وحتى هذا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي تدك واحد كنت له دابا إلهي إلهي صلاة ديدة إيا قور عيقة إيا النلوش عيدة إيا قيري ديدة دمان تدب إلهي بكالي قيسك له سبحانه وتعالى يعني وحك استوئي قسوف له وحاي كوتو سينو كليه إنه إلهي وحو جعلي النقطة وحو الرالي كي يهين أي تهي نولش قفك بنا آدم كهتلا قربا تاسية ووظيفة العمر بي علماء دوين هذا وشقضا نولش ودن لوغو تلقلي وإلهي بن نبي محمد حكولي عليه الصلاة والسلام واعبد ربك حتى يأتيك اليقين واعبد ربك ربك عابد إلا وكاغا إيمان يسو يقين يعني جيردو انت كاغا إيمان يسو إلهي عابد سبحانه وتعالى إذن عبادة ووظيفة العمر ووحا الدنيا دو تشوكته وحكمة اللغو أبوري وشقة اللغار ربائنا تقبطه فعل كسته ور كسته هذا الكسته عقيدة كسته وحكستو اوكاسو فلا وينو كجرا حدود الهي وجعلي الرالي كي هي قفك بن ادم كان مركا نولشي سودن وخا لوغو تلاغلا اني عباده نقط وانا وحال سبحانه وتعالى بن ادم كو كلا كريسيو كو قال لجعلي هي الهي وحو كصفين ان الهي ادوموي يعني مركا عيد كلا ادون نقطة ذل النماء عدك لها دادة دون النغطة وهذه حرية لاضي نفط هذا النغطة قومية دادة النغطة قبيل كاغة النغطة مبادئ الكفر النغطة وحكستو كلادة دون النغطة وهذه اللوذي حرية وحلينا هذا قفكم مركم مخلوقات كوردن كحروبه يا إلهي سبحانه وتعالى كليقوا أدوني مدي سقره ها هي الحرية أما قف شهوات النفس أدونه أما وحك لا أدونه وكي أريق كسو لخصي علماء تاريخ تلمامان مركو الربعي بن عامر رستم جنن كيهو قامين يعيدن كي بيرشية يبا كل مي عيدن وهو قامين يسعد بن أبي الوقاص صحابي عشرة المبشرين ككمدها حرب القادسية ومعركة القادسية انتان يدعين بوحو ضلبضي إن لو صد رب العيد وضح هذا القلان مسلمين تي وحنا يدون يان وذا هذا البلك قلبوا لي محارب طعن نبوي له الله يسود درو سعد باو درينين مركزيو له كل بعض مال لبعض دي بيو له بالمت كلا يسود در والله دري مال سدحات دي بيو له كل يسود در والله دري سدح سحابي وكل نوعة حذيفة هي مغيرة هي ربعي ابن عامر سدح ذا صحابة الله دري وين راح الهيان مركها وين ربعي بن عامر ونن كان كولها وحوي ور مخايد سو بخيي بو ويدين يا رستم مغا جايد سو سارتي مخولا دونيسان وخ كستان ايدين سينيه دولكي نكو نودا دبتنا ربعي بن عامر وحو الى الهي بان سو ساراي هرت وحانا نلو سو بخيي انو ددكا سارنو من عباده العباد الى عباده الله وحده ددكو اني عابدان وبربب بدو كلو عابدو الله صار إلهي أكلية إن يددك عبادة أولي مادان تاسا نصابح نيبو لي أدونك عيدي لكي سينا نكسر آخرية أدون ببل عودة سنو مغيرة بن شعبنا سريرت بغرطو يدو لفو لي مركي وصوق لي تبا يتنوى لسور ربي وحوي لي ما انت كهر ومان مودين دك إن برد ببر عابدو إن يس عابدان وساطان وتهين مان مودين متلمامية إذن عبادة دو ووح إلهي كالي قلو لي ما أطفو قفك نوح حرية هي مركا آنو عابدين شيطان جن إنسي سحر ملك يا رسول يا عد كالطونا مركا آنو عابدين مركا آد أقبشو عد قولا يدو هقان ستاين أي رب النغطة سبحانه وتعالى الضومها مركا ألا أبو ري سبحانه وتعالى وحيكوكا لكور رأيان وكوكا لسر رأيان سيدا أي عبادة دا سيوكا لقودن أجيهين مثلا مركا إلهي ملايك تصفين أيه وحا إلهي سبحانه وتعالى أمام بيضا صفين أيه ملايك إلهي وحكو صفين وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون
يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. إلهي با وحلي سبحانه وتعالى إلهي وحلي هي عر يدل با وحا جوغا كو اكتيسه جوغانا لا يستكبرون عن عبادتي. الاستكبار هو ضد العبودية. هدين لا العبودية هي الذل والخضوع واسدل دق. استكبار كون دا كبر يسنتاك. إلهي وحلي كو الا اكتيسه جوغان ملائكه ودمي جبريل كان لحدا بقول بال كدولا لا يستكبر اسكما وينيا الله سبحانه وتعالى عبادتي لا يستكبرون عن عبادتي ويصبحون له ويسجدون. إلهي بيقو تصبيح صدان أو سجودان أو عابدان مرنا بمتشوشية يسبحون الليل والنهار لا يفطرون. الله سبحانه وتعالى وحو عاي مركاسي كوة اسكويني عبادتي. وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ربي وحين لي أنا عابد وإبريا أستجب لكم ماردك أقبل ياي. إن الذين يستكبرون عن عبادتي كواني يسكوا وينين يا عبادة ديدة يا بريا ديدة جهنم يقال يعني يقدوا لي سنبا إلهي إلهي سبحانه وتعالى. إلهي سبحانه وتعالى مركو سفيني يددك أهل الجنة خير كبضل له وحكو سفيني الضوماء اللين هايين عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. إذا وصفها ددك أهل إيمانك إلهي وحكو سفيني سبحانه وتعالى سفدا سين إليه. بل النبي محمد عليه الصلاة والسلام وانت الله ابوري افضل بدنا وحلو سفين يا يفضل جيس اووين لغت الماما يا انو الهي ادونك ياها انه نمرك انو اشهدان انو احنا نشهد ان لا اله الا الله وحنقر اياه ان لا اله الا معبود بحق الا الله كحق لغو عابدين انو شرنا لمو يانا سبحانه وتعالى واشهد ان محمدا عبده ورسوله وحن كلو قرى يا بعض النبي محمدين وقال لا أدون كي يهي أدون ما دو قرى إيه ورسوله أدون ما دو قرى لك النبي محمد دو قرى ما يسد با ما يا إلهي سبحانه وتعالى مركو ماشى وغصى الرئيسي بنا آدم قاد مركو نبي قاري وحا إلهي كسفين وأدون يهي ويقفك إنه أدون رسميا نقضى مال كسر الرئيسي أولا قادان شرين بشركو إله من نقضى مرضى فأدون نمو دبتنا إلهي سبحانه وتعالى وحلي تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين النذيرا وحوينا دي الله سبحانه وتعالى نزل الفرقان على عبده أدون كيس يكسو دي فرقان. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا وحام هذا وردان اسكالب الله سبحانه وتعالى الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب إله أدون كيس كتابك كسودتي. إذا النبي محمد عليه الصلاة والسلام منزل ذا وقر رئيس وقار يوائن أدون ما حقيقي بل مركو السماوات قال لقبت سين إلهي محوليه مركي ما كان لقد علمي أما لقد قريسي بيت المقدس لقي سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الله حليه سبحانه وتعالى وحا حمكه فنادي الذي أسرى بعبده الله قوريسي أدون كيسة ليلا هبين قوريسي أوك قوريسي مسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله في ليلة واحدة في دقائق أي الله سبحانه وتعالى كقاضي ما شاء الله إله دمك أو جاي مدينة. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إلهي سبحانه وتعالى النبي مركو أمانة يوحى تلمام يا فأوحى إلى عبده ما أوحى فوق سبع السماوات مكي لجاي لدلمي إما لقى قاضي بيت المقدس حق سر لقبت سينا إلهي وحليه فأوحى إلى عبده ما أوحى.
إلهي وحي أسا وحيودي أدون كيسي وحي أسا وحيودي يعني إلهي بقى أدون نما وقرأ يا نبي محمد عليه الصلاة والسلام إذن أدون نما ده ومنزلة كما الدنبايستا مركي النبي عليه الصلاة والسلام جبريل يمي ee weydiiyey islaamka ii sheegay uu nabigu uu sheegay yidhi waa shanta arkaanu islaamka a sheegay au yidhi run baad sheegaysa ay saxaabadu yidhaahdeen waxaanu la yaabnay waxna waa weydiinaya waana u rumaynaya u markhaati furaya au yidhi iimaanka ii sheeg ee uu nabigu u sheegay lixda arkaanuliimaanka ee uu yidhi run baad sheegtay ee uu weydiiyey ixsaanka muxuu nabigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam an tacbud allaha kaanaka taraah fain lam takun taraah fainahu yaraak إذن القاعدة الأولى أنت المامينا وحويان مخلوقاتك وحي أكل سريان بس إذا إلهي عبادة ديسة أكل قتان ما شوق سريسة مخلوق قارانة وين النقضاء عبد كم إذا إلهي سبحانه وتعالى أدوميسة أدون نبا وين الله النقضاء سبحانه وتعالى سيدا أوجد nebiyada markii alla sifaynaya subxaana wa tacaala saasuu ku sifaynaya inay addoon yihiin waa ka alle subxaana wa tacaala markay ciise ku xadgudbeen maxaa ilaahay leeyahay ciisa ilaaha iyo ina ilaah iyo waxaa markay sheegeen in huwa ilaa cabdun baa ilaahay yidhi in huwa ilaa cabdun ancamnaa calayh wajacalnaahu mathala libani israa'iil in huwa ilaa cabdun ancamnaa calayh wax kale ma aha baa ilaahay leeyahy in huwa ilaa adaatu nafyi walxasr annafyi waalistithnaa waa min adawaati alxasri fi اllugha alcarabiya wax kale oo la sheego haba yaraatee u noqon karaa ma jirto ciise inuu yahay mooyaane maxay cabdun ancamnaah baa ilahay yidhi addoon aan u nimceeyey wax kale u noqon karaa ma jire waa addoon aan u nimceeyey wajacalnaahu mathala libani israa'iil bale nebi muxamed baa lahaa calayhi salaatu wasalaam laa tutruunii kamaa atrat innasaara bni maryam fainamaa ana cabdun faquluu cabdullaahi warasuuluh haygu xadgudbina buu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam siday ugu xadgudubtay nasaari ina maryama ina maryama oo ciisaa say ugu xadgudubtay haygu xadgudbinina ee fa innamaa ana cabdun nebi maxamed wuxuu leeyahy anigu ilaahay addoonkiisii baan ahay ee waxaad tidhaahdaan cabdullaahi wa rasuul ilaahay addoonkiisii iyo rasuulkiisii dheh sida awgeed ilaahay subxaana wa tacaala markuu taxadiga qur-aanka ku samaynayo wain kuntum fii raybin mima nazalnaa calaa cabdina baa ilahay leh haddii muraan idinkaga jira ama shaki waxaanu ku soo dejinay addoonkayaga fa'tuu bisuuratin min mili cibaadadu markaa waa meesha ugu koraysa ee cubuudiyada insaan uu gaadhi karo waa halka kama dambaysta ee insaanku uu gaadhi karo cubuudinimada ama cibaadada aynu markaa tilmaamaynaa cibaadadu laba shay bay leedahay baa la yidhaha inuu jiro atadallul waalkhuduuc isdhuldhig laakiin isdhuldhiggu maaha mid qahri qudhi keenay in lagaa xoog batay oad tudhuldhigtay laakiin aad necabtay qofku kaasi cibaado maaha cibaadada waxa weeyaan waa istudhuldhig uu la socdo maxay xubun lillaahi subxaana wa tacaala kalgacal wuxuu qofka muslimkii qirsaya addoonnimadiisa dacfigiisii ogyahay ilaahayna weynidiisa iyo qudradiisii ogyahay sida daraaddeed wuu istudhuldhigaya qofku wuxuu ogyahay faqrigiisa iyo baahidiisa sida awgeed ilaahay buu kaalmo ka dalbaya waa isu dhuldhigaya qofku wuxuu ogyahay ilaahay cadamadiisa iyo weynidiisa waalcadamatu tuxib sideedaba insaanku weynida wuu jecelyahay xataa basharka caadiga qofka wax ku caan noqde ku caanbaxa dadku iska dabagalaan so dad maydaan rag wiil yaroo kubad laada uu ooyaya ama mid haysta ka daba ooyaya insaanku sidiisaa qofka wax dheer uu iska jecelaya oo iska dabagalaa famaa rabu samaawaati walardi maxaad u malaynaysa rabbiga cirka iyo dhulka iyo adiga iyo makhluuqaadka gebigoodba leh cadamo dhammaanteed iyo weyni iska leh idan alcibaada labada rukni bay keensataa sida daraaddeed culimmadu waxay yidhaahdaan man khadaca liinsaanin maca buqdi qofka insaan u khuduce de ka xoog badiyo laakiin isagoo necab ama la qasbayo
أما هم قري كلونه يسكهيو لقمة المامين عابد يهي عدة وحون سكتش على تيش عيلونه وضنا لقمة المامين عابد يهي عابدك وعدة لبدا سبا كولانسطة وعدة كولانسطة كالقعل كالله سبحانه وتعالى وهي عبادة الركن كذا يكمتو إلهي بقرآن كوحكوليه قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إلهي بأوحو لي سبحانه وتعالى هدي آباياشين يكوار دشه ولا الذين يهوى إن كان قبطان حو قرابة دي تلقي حولها هيستان تجارة نور نور إسان إلى شان إسان قرية هارد إسان إن تاسي هدي لك كالقعيل بدن يا الله يا رسولك يتي الله لو جهتمه فتربصوا حتى يأتي الله بأمره إذن وحوض الصعدة وعبادة أي كان سطا إن دكوا أي عابدان الله سبحانه وتعالى ومركز أي كان سنسه إن أدلتش عشهي السنة اللي جايس ما دام عبادة الله بدا سوى ذاك ينصته قاعدة وحابة إلى هذا خضوع كستو اللي جوايو إلهي نسر اللي قاعد كستو اللي جوايا وجانبك كلاء وكبر لا يستكبرون عن عبادة با إلهي ملائكة كسفيني وحال كنت الماما لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله كما سنتاجب إلهي إلي عيسى إنه أدون إلهي النقضة إيه ويسر لديك أما عد إلهي أدون نمديس كسنتاكته إلهي سبحانه وتعالى إنه أدون ونقضنا وحالين وآغ إنه خضوعنا وسجودنا وركوعنا ولذلك أي صلاة وحيتهي خضوع ماشي وقدم بيسي قفك لا إله إلا الله محمد رسول الله مركو إلهه لا إله أي لا معبود بحق إلا الله وحد قرتي عدنا بلو عابدة وعبادة دي سواء حقتها هنا نترنا لما ويانا سبحانه وتعالى فما الدليل على ذلك ما يكون دليلة إن المسألة دا قرتي ومسألة عقدية قلبي قدكتها واحد دليلة فودا دولك كهيسا الصلاة معنى هدو حوياني ناد كبر مالس كردكتاي هل كي كوغو قال السنيد اياد نول كردكيسا عبود النمادو مركا الدونسيو واقفك مؤمن كي ربي جيبو يسرتاقا اساقا او خشوعيا او التذلليا او اسرل لغيا او بريايا او السجود او الركوعيا ولذلك من نبغو عليه الصلاة والسلام حين ليه مركا الركوع دان فعظموا فيه رب عز وجل حديث كي مسلم كيال ركوع دا مركا كتشرتان إلهي وينيي بهلين أدقو انت تفرر سطوه وصفرر سطوه أيام حاد لاضي سبحان ربي العظيم وها حمكه فنوين ربي قرهي أدنا واتفرر سي أدنا واتركوع دي لبدا لو باتي ستاوات فرر سطي دبتنا واحد لاضي وها وين وعظيمة ربك كره يا بعد الله سبحانه وتعالى نبي وحينا يدعى عليه الصلاة والسلام وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقمنوا أن يستجاب لكم ونبقول سجود أنا مرك هيا ذا مفوضة نولك الدكتان يدا يسلوليك واضا ما يسيه بريا ذا بتصدى ونبقول عليه الصلاة والسلام مرك موضع السجود وأمال وألا وحكو أقبله مرك هتفوضة نولك وكهيسه مرك إلهي بريا دي سبدي حالا ينقرب أين دعا اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي ركوع ونبا لقولي إلهي وادي قام كور ركوع أدان كور رمي أدان كور هقان سنهي مقل كيغة أرق كيغة نكتايدة محالا إلى مسكح دايدة لفتايدة عروق دايدة وحي قبا إله وادي كور هقان سنهي نبا لقولي إذن قفك مؤمن كالصلاة علماء محاي أغم مرانتا قفك صلاة كتا جاي مقال بام سوا مسلم ومستكبر بيلين وقف ديدا إنه إلهي فادر نورك أوليغا هذا استكبارك نوا من إبليس محوك قالوا بي
أستكبرت ما إلى هيدا أم كنت من العالي أسجد لما إله ما وحن السجود أبو يري أنا آدم يدو أنا أنا أدقى أبورتي دب إساقنا محي أضوابك أبورتي إلهي وحكو يري أستكبرت ورميات سويني سيبالي ريبليسو أم كنت من العالي سبكي هرابتك الرئيسي هو أسباب الغورد ميات سويني سيبالي لي سبحانه وتعالى. إذن إلهي عدة ديدة وعد سويني سي عدة ديدة إني سجودة وعد عبادة ديدة سيد أوقات بقى علماء دموران كودو كتاقيهي ننكي سلاة ديدي لا إله إلا الله دي سو نب قلبي قو مجلين هذا نب قلبي قو قشب إلي وحايا هاي إنو فوضر نركو كوهي وهي علماء دو كتل مامان عبادة دو هل معنى كوب سطابي ده دون صفي عن لوغة فهمه وحيدا الافتقار المطلق إلى الله أي لب العبادة بين هذا عبادة بير كيدو أما هل كاللغا بحا هل كالقول أي لغا قوست عبادة رسمي غاهي وحويان الافتقار المطلق إلى الله وباهد ما يسترن وقفك أمو جنيه إنو إلهي وباهي يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد وارض ضوب إلهي إلهي سبحانه وتعالى وردك إلهي وباهن إلهنا سبحانه وتعالى هو الغني الحميد والله الدقطان إلا ما هديه نبي موسى مركو عدل ضوب حي فرعون كعرري حوقي سي وحوكو عنواهي عيل كنتو هبلا ورابي جيتك هصفر استمحولي فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير إلا وحياد خير سيسي ما أنت فقران كاسوغني قفكو هدو قرطبي ده دان إنو إلهي أبهي سبحانه وتعالى وحن نقول يا إنو نوضو إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ككبيري إن مسألتنا يا إيد أعضه وحيوبها أنت إلا بشي شي وحوياننا ترميست إلهي وينديس سبحانه وتعالى عظمة ديس يا قدرة ديس أود ديس يا رب النمى ديس إنه رب يا هاي مالك يا هاي سيد يا هاي دوني دور دم يسقى قعنتي سكتشر تيرة رميسته كوي إلهي عابد وإلهي إلهي محيري وما قدر الله حق قدري مي وينين ويند وألا مضنابا إلهي ليس يهود كهالله وما قدر الله حق قدري والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيميني يظهر الكورد مبال الله سبحانه وتعالى إلهي قعنتي سكو شرى مالة قيامة إركورد أنه ألا الضوبي دون مدكتي سكو ضوبي وهي علماء دو إله دان وحق المية عبادة وحوية قفك إنو إلهي صفات إلهيته إنو برطه إنو برطه الرب النمدي سأل سبحانه وتعالى إله نمدي سينات برطا وحي كينا سينات كالقعل كأوقاري يشو كعلاتد ندل الله كل أنتد سبحانه وتعالى أدواتد وهي أولياء دالة وقوة إلهي أدو محا إلهي اللي أدو هذا وحر رالكي وحو كعلي حديث كشيغ يعيد إلهي أولياء دي سلطة قال فقد أذنته بالحرب محالة المامة سبحانه وتعالى أدون كي وحكفض بدن وحكف يعني يقوم أدو هذا محي مما افترطوها عليه ويحام كفر الدي لي بال لي سبحانه وتعالى إذا قف كمؤمن كي وقف موتشنا يين إلهي أباهن يهي إلهي تعالي سبحانه وتعالى إساقا تلصارا أيه قف كمؤمن كي وكاينت صلاتك على إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد سورة الفاتحة علماء دو حيدا دو حي كوب صنعسة مسألة الحب والرجاء والخوف وأهب إليه عبادة أركان تقوى وين إله ضي عبادة وإسرلدك إسرلدك وحكرة بيلي إلهي واحد سقول لك عظمة ديس أذوك عبسنا يا يا دور رجينا يا بوين ديس واحد شعش الرال لك الطهي إلهي سبحانه وتعالى وحن معك سيي قفك ما أنت كن دولار ما أنت كوديبة هدو بريك أصهر بحر الطبان كوديبة بريك أنت ما بقول سكا كاسية هدو كو ديبا ومركو كو أركبا برغة دبي حقي سلقام مريم مايو هبل وان نلا أركيو كلا ما هباد لذي
وحسينتو كسيي بعد كو جعلاتي رب السماوات كنوليي كو ارزاقي كو عافيماديي كو حوجيي كو مسلم كاردغي كو نمعيي نمعاتي سالو جعلادا وحكينيسا وحو مالي ولبا كسينيا ان نقضو الهي سبحانه وتعالى من اكتادا لغا كالجعل بديهي وحجري كلا اوردن سيدا اوغيد با قفكا مؤمن كا الهي سبحانه وتعالى وينديس ورميسي وكاسي الحمد لله رب العالمين مركاد لا ضحي و أركان الدين تبوا حب الرجاء يا خوف بيد هذا حمد يا مهنق وحشيغ يا الله سبحانه وتعالى إلى تعشى الرحمن الرحيم رجى شيغي سيا الله نحريس بدن واتقوط الرينيسو ملك يوم الدين نخوف بشيغي سابيلي يا مال انت قيامه يا عبسيديس ان هذا لك عبستي ولذلك بعد ما كانت مقدمات كاشيا قتاد لادي اياك نعبد واياك نستعين الى هو ذا نك عابدينا اديغو كلي ايا نكا كالما ضلبينا اذا وين ذا الهي الدرينتو عظمه ديس ساد رادت قرانكم مسائلك عباده مركا والرميو ايات الربوبيه وانت بدنك هريه وحا الله عر ابوري دول ابوري مخلوقات جرسيه وحا مركا الله كورما سبحانه وتعالى ابو عباده ديس كورما كالباد كان سنيا انا وحا ويان ان الدرينت ضعيف لماذا غير نبي ادم ضعيف هي وحيد هذا الانسان بفطرته عابد قفك بن ادم كي ابو رهام بو يهمد وحابده مال با مران انسان كبير هذا ناني بوحنين الا عباده مو يعني علماء الى ترى انثروبولوجي كو كو رما وحي دهدان تاريخ البشريه لما هيو حفريات لقد ما مقال له هلي وان ميل لغو عباده است لهي ميل لغو عباده است وحي لدوني هل عابديو عباده ما درى لها نقطة ما غير كها نقطة يعني انسان كبي لي بفطرته اي عابد يهي هذا درين ضعفك يلي ابن مداد يوحى لك ابو ري وحيك إنسان سينا دلها عبدانة كبرين فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر بشرك هفير يبال لي سبحانه وتعالى هأيق مما خلق وحلق أبوري خلق من ماء دافق من ماء مهين بيير بلغ أمي بقى لله سبحانه وتعالى إذا إن الضعف قاقة درين توحي كان سنسا إلهي ويريدس سبحانه وتعالى يا عظم دي سينا القدرس ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن النور وجعل الشمس سراجا إلهي بوحين لي ما لكم لا ترجون والمحال أنت إن محايد كل دعي ولا ترجون لله وقارا إلهي محا وينين وينين بل لي وحد إلهي وينين وينين محايتها وقد خلقكم أطوارا والحال قد خلقكم سكو الله إذا أبوري محاي أطوارا طورك لقديسا بيير ديجير هلبير هلب لفوطة المير أور كتشرة مدحارك يك هذا يسكو شبه الله قبما يدو سو كريو انت كسو إله أطوار تاسي كسو مريي سيدي بيدان سيدنا بو عابدين سبحانه وتعالى وحي كان سنسة تاسي مرك عبادته ما دام ايتهاي غاية التذلل أو الذل إله يتسلل لك سبحانه وتعالى مع غاية الحب وحي كان سنسة إن إله سبحانه وتعالى هرتي سيس لكتد adigoo u rukuucaya u sujuudaya adigoo ku kalsoon weynidiisa iyo cilmigiisa iyo khibradiisa adoo warkiisa aan warka horgeynaynin macquul maaha waayo thamaratu dhul waxa weeyaan ilaahay rasuulkiisa inaad warka la horumarin wamaa kaana limu'minin walaa mu'minatin idaa qada allahu wa rasuuluhu amran an yakuna lahum alkhiyaratu min amrihim wamaa kaan ما كان وما صح وما ينبغي سورة قال ما هب إلى إلهي سبحانه وتعالى قف مؤمنية قبل مؤمنة دي إلهي انتو وحكمه
إني دور شكل يهشان سورة قلمها. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. أما عدة ضلدوشة يا إلهي سبحانه وتعالى أقنت كيراته إلهي إنت برتابة كإنسان سيرت كعب سطيرة تعلاته هذا نتسي حقي سبوا دقاقين وحي كإنسان سأدول دول يكبر كي إلهي النبي عيسى وكتل مامي لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون بإلهي عيسى مرنك مثلا تاقي ينا لا دون النقضة ملائكة مقربين تينك مثلا تاقي وعدك سنتاك تمحك دعيا ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا عد إلهي سبحانه وتعالى عبادتي سكسنتاك ته إسكوين سبا الليلي إلهي وصاح حاضرين يدمانت. فأما الذين آمنوا وعملوا صالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. إلهي وحكت الماما يا مؤمن كربتي إنه يمد الله بهدي لصو هذا القاضي سجود دعاء هدي إلهي مجعيس الله حسو سبحانه وتعالى ومد إنما يؤمن بآياتي الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وصبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. إنما يؤمن بآياتنا إلهي وحلي أنك آيات كيك وحر مي يوكلية كوا إذا ذكروا بها هدي ألا لحصوصيو آيات كيس لحصوصيو خروا سجدا هوبطه يقو سجودا يبا للي سبحانه وتعالى وصبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. مركز تو قلبك قفك بن آدم كي هقان سمه وألتش على هذا عبادتي سكر نغطه عبادته الله عابديه أي كر نقطة كحدنا شيه الله كحدي سبحانه وتعالى يا تربطه وحق على حد أن هوذا نفتي سي نفتي سو واحد أن تمر نبك هرمر وحي الله دون سبحانه وتعالى ليس البر أن تولوا ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. نبي عليه الصلاة والسلام يعني آيات القرآن كإلهي وحكت الماما يواقف محبوبات كيس وحو جعلي كوه الرئيسي الله سبحانه وتعالى سواء حولها جعلو حوك كقبحي هدنا إلهي درتيو بحنية ما دام وقال لي يبحي وفقير يا مسكين يا ابن السبيل يا سائل يا مدوح ويدستي مدك الله نبصينا يا وحو نبي قلت الماما عليه الصلاة والسلام قفك مؤمن كاي مركو قلبك سحت كان قارو وقلب إلهي كحدمة تضبادي عرش الرحمن كارسني قياما محاكم دها ورجل قلبه معلق في المسجد من ليلة قلبه يسو مساجد كو حري يعني ونن دائم الصلة بالله يا إلهي حرير في عن الله حتى وقت يدا أن تشرك يسو مساجد كتشوغن وقت وشقد يسي بيع يسي وحيس وضو مر والبال حسوسي سبحانه وتعالى في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يصبح له فيها بالغدو ولا سال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. إذن ضلال يا خسارة وحوغبا عند قلبك يسوع إلهي غيرك كحرنته عند أن الله سبحانه وتعالى أدون النقضة والله النقضة يا إلهي بقرآنك وحكولة أفرأيت من اتخذ إلهه هواه كورم بالله لي سبحانه وتعالى كإلهي سمعبود كيسي كردكتي هوديسة نفتي سوحي دونتو
إلهي وإلهي الله سبحانه وتعالى نفتيس وحي دونته قامسة بل قارب النبي محمد عليه الصلاة والسلام قتل المامية تعرس عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميسة نبي حلي عليه الصلاة والسلام وحي هو قامها هو كدينار كأدون كواه هذا شيلين كسيد الله شقه يؤذ اللوده وكالقعل كيسا بد يبرب أجيرده ونفت أويده سقط الضوء نطي العبادة وحي نروى محي الذل والخضوع مع الحب هداد وحا ما يسوك الدر تمركة هراني حلالو كلا أركي ويده وكالقع الكيسو كقبطه ومال دار يمال دو هلكو قلبات كده مقشو وحراني حلال ستيل قاد كرمات قاده وأرورنتي سادو سو تاقناتي واتسقى الدون النقطي داتكو مركة دنبا وحي قارن حد حتى انت نفتو دي اللابان لما هيليو دو حنو حنين كي داتكا بغو حيلا بدنا ويقوى الدون يأرورنتو دا سما لدي قال دقى جرتينا نور بقولو حالات بو كبالا آن إيا شهاد لآن إيا وحبا لآن كود دبا قالي جري إساقو انتاسو مال مود مرنا عيالو وضا مرنا حرقين إيا مرنا داقو وضا انت بركة كبا وعبد الدون نبي قام مركة عليه الصلاة والسلام حلي وحا هوغي نكي دينار أدون النقضية درهم نكي قطيفة دي خميس أدون النقضية هدي الله سيئه ورال النقونا إياه هدو واينا هرنا يعني عركة يقول سيدمي ما إشانو على الرب والله نبا بيون بلا يوم باي هاي ستو شلين كبا والله يقدري نبي محمد باو حلية تعس وانتكس وإذا شيك فلانتقش وهوغي وقمدي سكالابتي هو إذا شيك فلانتقش من قاشك وحل لا قضح ده وحل قب حيال قدرنا يعني كاسي ما صلى الله طبعا لقط المامي قفكو ينو عابد النقضه وعبادة اللازمة وحيابها كور إن يمرك وحكم ده إلهي سبحانه وتعالى ذكر جيسة يستغفارك إن أتبطسطه أمن هو قانتنا ناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه إن النقطاء الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وحيابا كوريني إيمانك أما كوريني إن الدون ضب النقطة استغفارك ترابض سيد الاستغفار وامحي نبي عليه الصلاة والسلام وحجرت الدعاء وقلت المامي دعاء ذا مضح ذا استغفار لما انتبه حديث البخاري دعاء ذا نواته اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك دعاني وحي شيغيسة إن قفك لي اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت توحيد إله وضع ربي غي كحق لغو عابد ومشرادي موياني خلقتني وأنا عبدك وادي أنتي أن أدون كابان هو أدون ما نقوله وأنا على عهدك ووعدك إلهي وحي أدي يبوهدي بلن كادي قاضي يا عهدك كل قلي يا وعدك أجيبان وضيا ما استطعت أنت أنا وده أعوذ بك من شر ما صنعت إله وحن كام قال قلي وحي قفي قشني قرعي أبوء لك بنعمتك علي إله وحن اعترافي معترف وحن كواهي وحن نمعي سيسي وأبوء لك بذنبي وحن كلو اعترافي الدنبي قرعي اغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت دعاء نحو قلت المامي نبي سيد الاستغفار بل نحو قلت المامي صبح قف كيره هذا يسقى يقين سن كنب أدون نمضاسي هدو صبح حاسد نتين الجنة قلي عقل النبي قلت المامي في تي قف كيره هذا يسقى يقين سن هذا يهبين كاسي نفتك بحدين الجنة قلي والدعاء يقين تهدي أولا هديد وهداد كل مطه والنبي محمد بلان قاضي عليه الصلاة والسلام من جنة لقلي أدون لماذا وحكينا وحكم ده قفك مؤمن كي وحو الرميسي مركز طبع وحو كعب سقبين عمل كي سلا أقبله وحو يوحو وحو قصي وحو يوحو وحو قيستي والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة عائشة وحلق الشيقين تدي له رسول كي سيوم كوا خمر قي يوحتو قد يوحسم إيبا ما يبول ولكنهم يصومون ويصلون ويتصدقون وهم يخافون ألا تقبل منه ألا يقبل منهم أولئك الذين يصارعون في الخيرات إن كعب ستين عمل كاغا لا أقبل ويا وحكينا يا وحدوك تيمركو هربين إلى هاي غني كي يهرت طاعة دي النوردن ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد
إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد. آيات كسودة موحي تلمامية إلهين غني كي يوحى غردا. وكي حديث القدسي مسلم ورين النبي قال عليه الصلاة والسلام يا عبادي إنكم لو هذا ما أنت تملس وذا تأكتان منك إيدون كل عبادة في عنا الله من نغطان إلهي وحبك كردين ميسان مركا دوغاتا مركا عبادة دادو إنانو الله أباهنا إنو حتك عبسان إسان لك أقبالي واي مركا دوغاتا إلهي فضل قيبا إنا يتوحى وحلو أقبالاه وحتك عبسان إسان وحلق أقبالي واي. وكان نبي محمد عليه الصلاة والسلام قفنا جنادك ومقاله عملك ولا أنت مركا إلهدين إلا أن يتغمدني الله برحمته بتلمامي. وقتك كوبان دراديت وحين لأنه وحين إن أغانا من نؤردن قلت شيئا شوردن مركاد إله يوقرته سبحانه وتعالى. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام إله بقو قلت شيئا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. قل النبي قوما نشيئتين إسلامين دبتنا إلهي باو حوليه وحي كوكو قلت شيغان يانينا إسلامين وهر وحبها شيغانينا إلهي باو يدنكم مهات شيغان يبا ليدي محي أن هداكم للإيمان. فلنبي محمد عليه الصلاة والسلام قرآن ندي وقوه الرئي الرسالة دا شيغي علماء دا غاربا وحي شيغان اقرأ نوى النبي النمدي مدثر ربا إلى دوى الرسالة دي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجس فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. إلهي وحول كان استودوبا يوكع ودق وضدك خيرك وشيك وصعا لكن محال يري مركي تكليفك على الصاري ولا تمن تستكثر حق الله تشيك أن نبال إلى دقاء بطانية وحنا قبنا سوردن وحد كو قلت شيئا تميا لين وإلهي نمعدي سبحانه وتعالى قفك مؤمن كي ويسديب يا مادام وأقيا هاي فتن كينا قفنا كنبت قلين. ولذلك من نبي محمد كدو عيسان يا إله قلبي يد بن آدم كقديو قلبك يا عبادة ضاد قصك هم كسوك وبيا عبادة دمرك وحيو باهن تهي الله بشيء ريهش إلهي وحا لغو عابدا بما شرع وحي وشرع كردهي وحا دغو أتسكسم سميستي أما كل قرح بطي إلهي لغو معابده كاسي وامد وامد الله بات الله كو أقبلان وحويا إن عبادة دا إساق الله كلية له عد كلئنا دو حلو داكنين سبحانه وتعالى لبدا الشيء وشرط ضدور أن وحل فرينا إلهي عابدان وحاو قدام بيان شيغي يا وحي هاي وحي عبادة آدو تقارنو غير الله إن لولي ما داما بنانا علينا لهذا وح قورع إسان إلهي ونكو قورع مقع إسو إساقو قورع قورع إتكال الله سميا ما بنانا صلاة صون حج وح كستو عبادة كالي إن لولي ما دوية لما مفهوم وقف أبا تشريه ونضطك كبطي ولا بدو بعبادة الصحايك سهر جيدا مفهوم العلمانية وأه إن إلهي سبحانه وتعالى أدون كأن وحب الله قسينين وقال نمصد وطالة وأركتدى تلادا مساجد دي ميلها إسلام كوها يستي عقلك الرقه يوضا يضا يوضا وحقرتك تودها الله يسكو معمولة تلادا إلهي هداد أدو قران سعيد وحكا قرد سن عابد وحقرد الله نعم هداد أكتهي إساق عابد إلهي عدك حكمة بضن هداد أكتهي يقع عابد إلهي عدك أقوم بضن هداد أكتهي يقع عابد. أما هداد رميسنتين إلهي هاي هو العليم الخبير الحكيم هداد رميسنتين إلهي علم بدني ووحد باهنتي وقران يا لا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير أنتم أعلموا من الله هداد رميسنتين إلهي حكمة بدي أحكم الحاكمين إلهي
هذا رميسنت إنه إلهي سبحانه وتعالى خبير يهي وسيدي ولا ينبئك مثل خبير لا يجوز نلوش هذا قيب كم من إن إلهي غير كيو كانت مركا للي عبادة ألك هدين نلوش بوا عباده إن الصلاة والنسك ومحيايا نلوش شيدبا إلهي بعليها الداتري عدك لا قيب هو الرئيب ورهدات فوتر نور كردكتي وهل كي كوكو قال سنين هذا أقبل الشهر كت كبه كوه يزين يدوتش قصارته قنتن تندم به هذا نكو قنتن لا يراد الرئة حتى لنا يوم حيت والله بعس وافقين إما سلا دارت فهمين نيوتش قدول كوه يو هذا نلا قل كلي نو يرى تودا كنا قمينا هل كنا وين نو تكرينا ونوالن يعني حتى عقلك عادي أهدي له جو والين ويو وحي هيدين السجود اسكديسيد هذا إلهي تيسر العمرش أما أنت هذا قبشين تفوت دلوك قهيسه وإلهي السجود سبحانه وتعالى هذا نحن ترى ذا قل يروك الآن مر أرما قار إله وكأقبل إن هذا نبض حن دلوك قهيرنا ووحن شرين إذن علمان إن مدو أنت كوير سوا أنت الدون يا آخرة يا وحاسي مك لشرين سلام هو مد قرة الدون كنا إلهي باله آخرة ذا إلهي باله بيده الملك وهو على كل شيء قدير دون ذا نيسجع كتليا رب السماوات والأرض سجى كل جبا لقى عبصده كل جبا لقى ضمبيه لا قال ولا مسلم ولا عتق لا يجعنه وشرته ما شرته إلهي بس كله سبحانه وتعالى هذا يدي بكوه يستيسق ماكو يتحامي وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير هذا يدي بالتمي إلهي بكو يتحامي وحقو يتحامي نو حتى ما يسئون هذا النعمة ما دنا يسقى كوج الله يستي وما بكم من نعمة فمن الله وإن تعدوا نعمة الله فلا تحصوها إذن علمان نمو كمجرت دينت صوفي نمضى نوع كان نكو مجرت وآه ضد العلمانية أدونك قول الله سايس كلا بيدا داني نوع آخر ولين وإن أدونك يا آخر ما يساق على الله سبحانه وتعالى أدونك يا آخر ما يساق على الله سبحانه وتعالى إذن لبدا مذهب وباطل لبض بواحد مدينة أدونك إلهي كفقيني أدوني آخر بواحد وبهن إنه ينالك وعابدنا ووحى الله لي وحي عمل أين لا إيماننا هو ينادو هيا رادو إلهي وحي ينوب اللان قادين ينقولين أيو وشرط ما كحرم توامحي يعبدونني لا يشركون بي شيئا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الأرض ولا مركي على صوت المامي وحشرت اللي وقد يعبدونني لا يشركون بي شيئا إذن إخوتي في العقيدة درسك كان هدي موضوع مؤتمر كان وها تغيير أهلنا التغيير قلبك وكبر أما قلبك هداد إلهي أهقام ست وألعب سيديسو أي دكتو إيا تلسارت كيسو إيا ككلسوني ديسو جوارح ده أما شركة انتي سكالي وحكا سوفلة وعبادة شركة انتي سكالي وحكا سوفلة وعبادة نبي قولي عليه الصلاة والسلام هدو بقر كاسي إصلاحه أها قلبك قفك بن آدم كاي شركة انتي كالو إصلاحه هدو قلبك وأقبله إنو هقانسبه كبر كنافه إلهي فوضى نورك وغهيه أوامرتي سيانا واهدي سيطو سوقاته نالا شوردن باي صلاحيس بشرية دو مرك وحي هوكتو شبطي لنطيو بأضي بأضيو آسنطي مرك إلهي دين عمرتي سبحانه وتعالى هدين للرباء الدونك كان وحر نبيا هلاك يستين لغا السهر الدونك وردن مسلم قرى كما حد ليه الدنيا ده واحد بلايك تاجر هدي للربا إن لقى صاره وإن لو صار إن إله الضم ونقضان إيه جونا أنا يصدون سنين والله أعلم بالله توفيق السلام عليكم جزاه الله خيرا شيخ مصطفى وحبذنا يتدك في الدين وقتي يقول واسكك وبيني هاي هذا الصلاة دي على قلي دون عصر هدي له هذا صلاتك بعد وحكيك تم محاضرة دي الشيخ محمد